السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم اخواني؟ شو اخباركم؟ معكم سعيد من قناة ذا بريكنج وولف. اليوم معنا طريقة جديدة لتشغيل برنامج الواتساب على جهاز الكمبيوتر، طبعا الطريقة الرسمية من موقع الواتساب او من شركة الواتساب نفسها، فيعني طريقتنا اليوم آمنة وما فيها اي سرقة معلومات او اختراق بيانات، وان شاء الله راح اثبت لكم. طريقتنا اليوم جديدة لساتها، مش الكل بيعرفها، فعشان هيك حبيت اني اشرحها اليوم. عشان نقدر نشغل الواتساب على المتصفح بدون برامج راح نحتاج انه يتوفر عندنا ثلاث شروط، وخلينا نحكي شو هم الشروط. اول شرط، لازم يكون عندك حساب على الواتساب بتليفونك. ثاني شرط، لازم يكون عندك برنامج الواتساب على التليفون محدث لاخر اصدار. ثالث شرط، لازم يكون عندك على جهاز الكمبيوتر متصفح جوجل كروم. فاللي بده ينزل الواتساب باخر نسخة له او ينزل متصفح جوجل كروم، فوت على الرابط اللي موجود تحت الفيديو بالوصف، راح تفوت على مدونتي وبإمكانك تنزل المتصفح والبرنامج مع بعض أو كل واحد لحال زي ما أنت بتحب. فأول إشي بدنا نعمله، لازم نفتح الرابط web.whatsapp.com. زي ما حكيت لكم الموقع رسمي وخاص بشركة الواتساب، زي ما أنتوا شايفين هون في عندي HTTPS، حرف الS معناها secured أو مؤمن، وبعدين في عندك هون كمان قفل، لو كبسنا عليه بحكي لك انه الموقع مؤمن وخاص بشركة الواتساب فعلا. اوكي، لما نفتح الموقع راح يكون عندك بهالشكل، راح يكون في عندك هون QR code زي ما انتو شايفينه هون اللي باللون الاسود. شو بدنا نستخدم فيه الـ QR code؟ بدنا نجيب التليفون ونصور الـ QR code من خلال التليفون علشان نستطيع نفتح الواتساب على المتصفح. فخلينا نحكي اول اشي الطريقة هاي شغالة على أي أجهزة. زي ما أنتوا شايفين تحت هون بحكي لك شغالة على الأندرويد وعلى بلاك بيري وعلى نوكيا S60 وعلى ويندوز فون وعلى بلاك بيري 10، يعني ما في للآيفون أو للأبل. فإن شاء الله بعد فترة بنزلوا تحديث جديد وبشمل الأبل أو الآيفون. أوكي، لهون إحنا انتهينا من شرحنا من هون على جهاز الكمبيوتر، فمضطر إني أروح أفتح تليفوني وأصور من خلاله عشان نشوف طريقة تصوير الكيو آر كود من خلال برنامج الواتساب. أوكي أصدقائي، رجعت لكم من خلال شرح التليفون، وأول إشي بدنا نعمله زي ما حكينا إنه نفتح برنامج الواتساب. بنروح نفتح برنامج الواتساب. بعد ما نفتح برنامج الواتساب عشان نتأكد إنه نسخة الواتساب اللي عندنا محدثة لآخر تحديث، نكبس على خيارات أو على Options. إذا بتلاحظ هنا في عندك خيار جديد مكتوب عليه واتساب ويب، معناته النسخة عندك جديدة وحديثة لآخر إصدار، وبإمكانك إنك تشغل الواتساب على الكمبيوتر بدون مشاكل. فاللي بدنا نعمله حاليا، بدنا نكبس على خيار واتساب ويب ونسلط التليفون أو كاميرا التليفون على شاشة الكمبيوتر عشان يستطيع التليفون من تصوير الـ QR كود. أوكي، بنكبس على الواتساب ويب وبنحط التليفون على شاشة الكمبيوتر. زي ما انتم شايفين خلال ثواني صار التليفون مصور الـ QR كود، وان شاء الله راح يفتح الواتساب على المتصفح. بس انا شوي عند الانترنت بطيء، فبالتالي بده يضل يعمل تراي 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 او اعادة المحاولة. هاي الواتساب فتح، مضطر انهي من هون من تصوير التليفون وبرجع لكم على الكمبيوتر. اوكي اخواني، رجعنا لكم من خلال تصوير الكمبيوتر. زي ما انتم شايفين واتساب عادي جدا فاتح على المتصفح كانك فاتحه على التليفون، وهون عندك دردشات او الشات. اوكي، هون في عندك خيارات زي اللي على التليفون، وبامكانك تفتح على الدردشه مثلا. وبإمكانك تدردش باللغتين، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. هاي إنجليزي وهاي عربي، فإن شاء الله مشكلة اللغة العربية مش موجودة هون في الموقع زي برنامج البلوستاكس وغيره وغيراته. إن شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم. إذا الفيديو عجبكم بتمنى إنكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بقناتي إذا كانت هاي أول مرة بتشوفوا فيها فيديو من فيديوهاتي. واللي بحب يسأل أو يستفسر بإمكانه يسأل ويستفسر تحت الفيديو بالتعليقات أو من خلال صفحتي على الفيسبوك، رابط الصفحة راح يكون تحت الفيديو بالوصف، فوت عليها زي ما انت شايفها، اعملها لايك واسأل واستفسر وشارك واعمل اللي بدك اياه.
لهون بنكون انتهينا من شرحنا. يا ريت انكم تنشروا المقطع لأكبر عدد من أصدقائكم عشان الكل يستفيد من هاي الطريقة. لهون صار لازم أحكي لكم يعطيكم العافية. كان معكم سعيد من قناة The Breaking Wolf. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.